3 قطرات فقط بالليل، استيقظي ببشرة أصغر ب20 عاما. مكون رهيب هيشلك أي تجاعيد، وهيفتح بشرتك، وهيشلك التصبغات الجلدية. معجزة حرفيا، بتحدى أي بنت بتتفرج عليا دلوقتي، الوصفة دي هتشلك أي تجاعيد وأي خطوط، حتى لو كانت التجاعيد في وجهك عنيدة ومالية وشك. هتجربيها مرة واحدة بس في العمر وهتدعيلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بإخواتي وحبايبي، عاملين إيه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. معاكم مايا من قناة وصفات سحرية مع مايا. النهاردة جايبة لك وصفة حصرية مش هتشوفيها غير عند مايا وبس، الوصفة المعجزة اللي لو أنتي بتعاني من تجاعيد عنيدة وبشرتك عايزاها تبقى زجاجية، سبحان الله الوصفة دي كنز رباني عظيم، بيفتح وبيشد التجاعيد وبيخلي البشرة زجاجية زي الزجاج بالظبط. هيشلك أي مشاكل في بشرتك. قبل ما أبدأ وصفة، لو اول مره تشوفي قناتي ما تنسيش تضغطي على زر الاشتراك الاحمر وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد، لايك للفيديو فضلا وليس امرا. لو انت استخدمتي الوصفه بنفس الطريقه اللي انا هقولك عليها في الفيديو، انا بتحداكي ان الوصفه دي هتجيب معاكي نتائج انت مش هتتخيليها من اول استخدام، يعني من اول ما هتستخدميها هتشوفي منها نتائج رهيبه. هنبدا مبدئيا كده، ناخد ربع كوباية من الزيت الزيتون او نص كوباية من زيت الزيتون. زيت زيتون يكون نوعيته كويسة، كل ما تجيبي زيت زيتون نوعيته كويسة كل ما هيديكي نتائج حلوة جدا جدا. زيت الزيتون من الحاجات اللي غنية بكمية فيتامينات ومضادات للأكسدة، بتحارب الشيخوخة. هنبدأ على زيت الزيتون بتاعنا، نجيب المكون ده ودوت. لما انت بتجيبيه من عند العطار وبتحطيه على زيت الزيتون بيزيد فعاليته بنسبة 100% في ازالة التجاعيد وشد التجاعيد. هتبدأي تجيبي الزيت ده من عند العطار، بس يا ريت يكون عطار موثوق فيه كده، تجيبي الزيت منه يكون مش مخشوش. هتبدأي تجيبي، وهنحط معلقة من الزيت ده، هناخد منه معلقة، وهو زيت اللوز المر. في عندك زيت لوز حلو وفي عندك زيت لوز مر. زيت اللوز، الفرق ما بين ده وده ليه ايه؟ ان زيت اللوز الحلو بيبقى حلو جدا لو عندك تصبغات جلدية او هتستخدميه للتفتيح فقط، انما زيت اللوز المر بيكون ممتاز جدا جدا للتجاعيد العنيدة. فاحنا مش هناخد غير معلقة كبيرة كافية جدا جدا تتحط على زيت الزيتون. بعد كده حبايب قلبي هنبدأ نجيب البذور دي من عند العطار، والله سعرها رخيص جدا جدا بس ليها مفعول السحر في شد اي تجاعيد في البشرة، كمان بتحارب الشيخوخة وبتغذي البشرة جدا جدا، كمان من الحاجات الحلوة جدا لو عندك تصبغات جلدية او بقع عنيدة. هتبدأي تجيبي بذور الخردل، تمام، بيبقى شكلها كده. هنبدأ ناخد من الخردل معلقة كبيرة، معلقة كبيرة من بذور الخردل، وهنبدأ نقلبها كويس جدا جدا على زيت الزيتون وكمان زيت اللوز المر. اهم حاجة ما تتلخبطيش ما بين زيت اللوز المر وزيت اللوز الحلو، انا عايزة زيت لوز مر في الوصفة دي. هنقلب بذور الخردل بتاعي كويس جدا مع، عايزة اقولك الوصفة دي قوية جدا جدا، بس ركزي معايا عشان تستخدميها صح. بعد ما قلبناهم مع بعض بالشكل ده، هتبدأي تاخدي عليهم معلقة كاملة وكبيرة كده، معلقة كبيرة كاملة من الحبة السوداء أو حبة البركة، وديت رهيبة رهيبة في غسل البشرة وإزالة التجاعيد وإزالة الإسمرار العنيد، كمان من الحاجات اللي بتنظف البشرة من جوه قوي وبتعالج التجاعيد من الداخل ومن الخارج، بتحارب الشيخوخة. هنبدأ نقلب معلقة حبة البركة على المكونات بتاعتي كويس جدا، وهنحاول ان احنا نقلبهم كده ونندمجهم كده مع بعض. بعد ما قلبناهم كويس جدا حبايب قلبي، هنبدأ بقى ناخد المكون ده، وده تقريبا اخر مكون معايا. هنبدأ نجيب الشبع او الشبة المطحونة او الحجر الشبة. طبعا انا بفضل لك ان انت تجيبي الشبة احجار، يعني تجيبيها احجار كده، ده الافضل ليكي، علشان لما تستخدميها احجار بتكون جاية خام كده وما فيهاش، يعني ممكن لو جبتيها مطحونة العطار يغشها فما تعرفيش ما تضمنيش، فهاتيها احجار كده وفتفتيها. انا عايزة حوالي 4 حبات كده او 4 حتت كده
نفتفتهم كده او نكسرهم كده كام قطعة كده على بعض ونحطهم بالشكل دوت معايا فيه. طبعا الشابة غنية عن التعريف في شد التجاعيد، من الحاجات اللي بتشد التجاعيد بدرجة عالية قوي. هنبدأ نقلبهم كده مع بعض شوية كده، وبعد كده هنعمل الخطوة المهمة دي. هتبدأي تاخدي الزيت بتاعك ده وهتبدأي ان انت تنقليه بالشكل ده في اي فنجان كده يكون ضيق شوية، وهقولك احنا نقلناه ليه. هنبدأ ننقله، طبعا الزيت كميته كبيرة فهيقعد معاكي فترة طويلة جدا جدا تحتفظي بيه. بعد ما نقلناه بالشكل ده هتبدأي بقى تجيبي طبق بالشكل ده كده وهتحطي فيه الزيت، وهنبدأ ان احنا نعمل الخطوة دي مهمة جدا جدا. هتبدأي ان انت تنزلي تحت الزيت بتاعك بمية تكون مغلية لحد ما المية تيجي كده لحد حدة الزيت، يعني لحد ايه الزيت كده، تمام. الخطوة دي مهمة جدا جدا، ممنوع نهائي ان احنا نعرض الزيت دوت لحرارة النار المباشرة كده، انت بتفقدي فايدته ومش بتاخدي منه الفوائد بتاعته. بتبدأي بقى حبيبة قلبي تسيبي الزيت بتاعك ده يتداخل كده مع بعضه ويبدأ يستوي معاكي على الحمام المائي. هنبدأ كده نجيب طبق تاني كده او بولة تانية ونبدأ نغطيه. هتبدأ بقى البخار يطلع ويطلع كل الفوائد اللي في الزيت، والزيت يستوي على مهله كده في الحمام المائي. هتبدأي بقى تعملي الخطوة ديت، ما تحطيش المية على النار وتحطي كده وتسيبيه على النار، لأ انا عايزاكي تعملي نفس اللي انا عملته كده وتغطيه وتركنيه بقى، اركنيه لمدة نص ساعة في المطبخ لحد ما المية اللي تحت منه المغلية دي تبدأ تبرد او تدفى خالص، تمام. بعد ما الخطوة دي تعدي، شايفين البخار، بعد الخطوة دي ما تعدي هنبدأ بقى نشيل كده وناخد الزيت بتاعنا بالشكل ده كده، تمام. بعد كده بقى حبيبة قلبي خطوة، هنبدأ بقى ناخد الزيت بتاعنا ده وهتبدأي تجيبي وهو كده لسه سخن، هتبدأي تجيبي اي كيس متوفر عندك كده وتبدأي ان انت تغطي الزيت بتاعك بالشكل ده كده، تمام. يعني اعملي الخطوة دي كده الصبح، الصبح اعملي الخطوة دي وهتبدأي تركنيه وتسيبيه وهو ملفوف كده في اي كيس او اي حاجة، وتحطيه عندك في ظرفة من ظرف المطبخ وتقفلي عليه في مكان معتم وتسيبيه حوالي 5 6 ساعات. عشان كده انا بقولك جهزي زيتك الصبح عشان تقدري تدهنيه بقى بالليل، تمام. بعد ما تنزليه من الحمام المائي وهو لسه سخن تروحي لفاه وتروحي شايلاه، علشان انا عايزة كل الفوائد تنزل بقدر الامكان. بعد كده حبيبة قلبي هتبدأي انك تعري الزيت بتاعك وتبدأي تصفيه من المكونات بتاعته، او ممكن تخليه كده عادي في زجاجة، يا ريت تكون غامقة، يعني زجاجة زي كده، تمام. يا ريت يعني يفضل لو ما عندكيش زجاجة غامقة يبقى ممكن تحطيها في مكان معتم لما تيجي تحتفظي بالزيت، بس ما تحطوش في التلاجة خالص. بتيجي تاخدي من الزيت ده بقى وتيجي قبل ما تنامي وتعملي مساج، مساج على بشرتك وعلى وجهك وعلى تحت عينيكي وحوالين العينين. على فكرة هو ممتاز وملوش اي اثار جانبية. هتبدأي انك تدلكي بالشكل ده على جميع الاماكن اللي فيها تجاعيد، وهتبدأي ان انت تسيبيه على بشرتك من بالليل لحد الصبح. اتفرجي على النتائج، رهيبة نتائجه كمان من اول استخدام، هتشوفي منه نتائج حلوة جدا جدا. بتصحي الصبح تغسلي وشك كويس قوي، وبعد كده يعني تحطي بقى اللي انت عايزاه في بشرتك، تستخدمي يعني زي ما انت عايزة، تمام. بتستخدمي الزيت دوت، طبعا الكمية اللي معايا دي هتكفيكي فترة، يعني ممكن تكفيكي اسبوع او ازيد. بتستخدميه بشكل يومي لحد ما الكمية اللي عندك تخلص، ممكن اسبوع ممكن 10 ايام، استخدميه بشكل يومي لحد ما تحصلي على النتيجة اللي انت عايزاها. بس انا بتحداكي من اول مرة ومن اول ما هتصحي الصبح هتلاقي اختلاف رهيب في بشرتك. يا رب اكون قدرت افيدكم، اشوفكم على خير والسلام عليكم.